خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ بخير. انا سميتي خديجة، الكنية ديالي الحمادي، عمري 13 عام، ساكنة في هوارة، عندي ثقبة في العمود الفقري وما كنقدرش نتمشى. اللي كيعرف شي محسن ولا شي جمعية يقولها ليا ولا يصيفط لي هذا الفيديو، غادي نقول لكم الرقم ديالي من بعد باش تصونوا عليا فيه. المهم انا ما كنقدرش نتمشى وعندي ثقبة في العمود الفقري. دابا انا كنا في مراكش، كان يعرف لوطي ب 1000 ريال، ما عنديش حتى باش نخلصو، وقالوا لي الحديد 3 مليون، واذا ما كانش هو ما نقدر ندير لا عمليه لا والو. ودابا انا ما نقدرش ندير حتى شي حاجه، ما كنقدرش نقرا، ما كنقدرش حتى نجلس، وحتى النعاس ما كنقدرش. المهم اللي كيعرف شي جمعيه ولا شي محسن يقولها ليا ولا بارطاجي لي الفيديو. وكيف ما كتشوفوا الحاله ديالي انا دابا، لا الجلسه اللي جالسه فيها ماشي هي هذيك، وحتى لاطاي ديالي شويه عوجه، عندي ثقبه في العمود الفقري وظهري خارج، ها ما كنقدرش، كلشي غير شويه لهاد الجهه، يعني عندي سوء مع الجوج، يعني خصني الفلوس في اقرب وقت، ولا ما كانش الفلوس ما نقدرش ندير العمليه. وهاي الورقه ديال البناج اللي كتشوفوا لكم مزيان، هي هذه الموعد وكلشي فيها. المهم اللي كان اللي سميتو في القدر ديالو يعاونني ولا شي حاجه، واللي ما قدرش يعاوني غير بالبارطاج، ما يدير حتى شي حاجه، اللي ما قدرش يعاوني غير بالبارطاج وزين باش يطلع الفيديو. المهم انما غادي نوري لكم باش تقدروا سميتو تصونيو علينا، حيت نقدر انا نملع لكم وما تحفظوهاش مزيان. المهم هي هذه النمره، كتبان نحسي حسي حسي تقريبا. المهم هذه هي النمرة ديالي، اللي يقدر يعاونني بشي حاجة يصوني لينا في هذه النمرة، واللي ما قدرش يعاونني يدير غير جيم وبارطاج. المهم اخوتي الله يسهل عليكم، الله يرحم فيها الوالدين، هاد البنت راها مضروره بزاف، الله يجازيكم بخير، الله يرحم فيها الوالدين، راها مضروره، ما قادت تقعد عندها 13 سنه محرومه من قرايتها، محرومه من اي حاجه من طفولتها، وهي هكا هاد السيده تجرجروا فيها في محمد السادس. راكم شفتوا الورقه، صورناها والنمره نتاع التليفون، وانتم نوريكم الظهر ديالها، وكتستعمل حتى ليكوش، ها هو